مفهوم. ايضا من المعروف ان قداستك كنت مسؤول عن ملف الاطفال في الكنيسه. طيب الان بعد ان اصبحت بطريرك، يعني اعتقد الوقت المخصص للاطفال، وانا عارف مدى حب حضرتك للاطفال، يعني اقل من زمان بحكم المسؤوليات، بتعمل ايه؟ انا الحقيقه يعني بحب الاطفال جدا، واحب ان انا يعني انجاز التعبير نلعب ويا بعض. قبل كده كان في وقت كتير زي ما حضرتك بتذكر، دلوقتي الوقت بقى محدود قوي. استغلت الوقت مثلا حكيت للأطفال حكايات أطفال اتسجلت وبتتذاع وبيترجموها. لما بقابل أسرة مثلا يمكن الطفل هو بياخد نص القعدة. امبارح كان عندنا مثلا 4 5 أسر موجودين ويانا وياهم طفل صغير، تهيألي هو خد نص القعدة لوحده. يعني أنا بشعر إن ده المتنفس بتاعي. المتنفس يعني الفسحة هي ما الوجود مع الأطفال. ثم إن الأطفال فيهم براءة وعفوية وبساطة الكبار لو شطار يتعلموا منها، لأنها رسائل جاية بيور كده قدام الواحد. بنحاول، وأنا أتمنى أن يبقى عندي وقت أكتر وأكتر، بس هي المسؤوليات اللي بتمنعني.